الوقفة هذه تندرج ضمن أسبوع الرحيل اللي قررته جبهة الإنقاذ الوطني، وهذا الحراك ينضاف إلى الحراك الشعبي اللي شهدته مدينة قليبيا واللي بدأ باعتصام دام حوالي شهر. وهذا الحراك يعني يندد بالتعيينات الحزبية القائمة على مبدأ الولاء واللي موجودة في معتمدي قليبيا وفي النيابة الخصوصية، واحنا نحتج ضد هذا المعتمد النهضاوي اللي كرس يعني سياسة الكيل بالمكيالين، وقام بتشويه المعارضين السياسيين، وقام بتسخير المعتمدية لخدمة طرف واحد اللي هو حزب وحزب حركة النهضة. ونحن باش نواصلوا في الاحتجاج الى ان تتم عمليه تحييد الاداره. بالنسبه للوقفه نتاعنا اليوم الاحتجاجيه هي استمراريه للاعتصام اللي علقناه كمن اهم بنوده ان عدتم عدنا. احنا نهار فكان الاعتصام اعطينا بيان لجنه تسيير المدينه باقاله المعتمد، لكن فاجئنا المعتمد نهار 30 يرجع. بعد الوقفه الاحتجاجيه من المعتمدية للمطالبة برحيل المعتمد في إطار معنا أسبوع الرحيل، المجموعة اللي كانت في وقفة احتجاجية توجهت إلى مقر البلدية للمطالبة بإزاحة النيابة الخصوصية المنصبة. وقت دخلت مجموعة معنا البهو مقر البلدية، ما رأنا إلا وقع استعمال غاز، فهمت؟ والامن يقول انه هو مش هو اللي استعمل الغاز، وهذه ظاهره خطيره، فما يكون عنصر من داخل المعتمديه هو اللي استعمل من الغاز، اي انه كانه فما تجميع الاسلحه داخل اطار المعتمديه. ونطالبوا بتحقيق في هذا ما الحادث، فهمت؟ وذولي من حق في اطار البلديه نطالبوا بتحقيق في هذا الحادث، والامن يلزم يتحمل مسؤولياته ويثبت شكون اللي يستعمل من الغاز هذا المسيل للدموع. دخلنا البلدية من الأمن ما كانش موجود، الأمن مازال ما خلطش علينا، سكروا علينا الباب، دخلنا سايبوا علينا الغاز، ما كان فما حتى عون أمن، الأمن غايب تماما وقتها، مازال ما وصلش. ميليشيات النهضة وعوان البلدية اللي هما بالطبيعة تابعين للنظام هذايا، كيما قتلوا وكيما اغتالوا وكيما اغتصبوا وكيما سرقوا وكيما نهبوا وكيما باعوا البلاد، اليوم يعملوا في 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 في, في الشيء هذا ويسيبوا علينا في الغاز. ناس عاملين مسيرة سلمية، وقفة سلمية، ما فيها حتى شيء، ما استعملناش عنف، ما استعملنا حتى شيء، ما كان فما حتى استفزاز، وسايبوا علينا الغاز من داخل البلدية، مش الأمن اللي سايب الغاز. إثر الوقفة الاحتجاجية أمام البلدية قررت التنسيقية المحلية لجبهة الإنقاذ التحاق بالبلدية لقول لإرحل للنيابة الخصوصية. وقت اللي دخلنا البلدية ما فماش أمن، لكن تفاجئنا بالغاز مسيل الدموع يخنقنا، والاعوان البلديه يخرجوا فينا. من بعد جاء الامن، دونك احنا نطالبوا شكون اللي ضرب الغاز بغياب الامن. الامن خطيه، دونك فما شكون من اعوان البلديه، ميليشيات النهضه، ونقولها نتحمل مسؤوليتي، ميليشيات النهضه هي اللي ضربت وهي اللي تخرج فينا. دونك احنا نطالبوا بتحقيق فوري من اجل معرفه شكون مسؤول على الغاز. دونك انا زاد نجم نقول فما سلاح اليوم يحبوا يضربونا به.